الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد وأربيل، واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147,750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 146,750 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 147,400 دينار لكل 100 دولار، أما الشراء بواقع 147,000 دينار لكل 100 دولار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض الإنتاج في المنشآت الصناعية الكبيرة لسنة 2020، وقال الجهاز إن قيمة الإنتاج في المنشآت الاقتصادية الصناعية الكبيرة انخفضت لسنة 2020 لتصل إلى 6,717 مليار دينار مقابل 7,316 مليار دينار لسنة 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 8.2%. وبين أن الانخفاض يعود إلى الضرر الذي سببته جائحة كورونا، ما أدى إلى توقف المنشآت عن العمل لعدة أشهر، وأضاف أن الخامات والمواد الأولية والمستلزمات الأخرى تأثرت هي الأخرى بانخفاض الإنتاج، حيث بلغت 3,476 مليار دينار بالمقارنة مع 2019 والبالغة 3,825 مليار دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 9.1%. قال تجمع المطاحن في لبنان إن نقص المازوت بات يهدد إنتاج الخبز، وأن المطاحن سوف تتوقف عن العمل تدريجيا بعد نفاذ الإمدادات، وانعكس الانهيار المالي في لبنان بشكل خاص على نقص حاد في الوقود، ما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية. وبالك تؤمن شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة إمدادات الكهرباء لبضع ساعات يوميا، ما أدى إلى اعتماد الأسر والشركات اللبنانية بشكل متزايد على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت والتي بدورها تعاني من نقص حاد في الإمدادات. وناشد تجمع المطاحن كل المسؤولين المعنيين العمل بسرعة قبل فوات الأوان، لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من يوم الأربعاء. سجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعات متتالية مع بداية عام 2021، وصلت إلى ذروتها في بعض السلع كالسكر، إذ ارتفع سعر الطن حوالي 25%، فيما زادت أسعار الدقيق 30% خلال 8 أشهر. ويشير المدير التنفيذي لإحدى المطاحن محمد علام إلى ارتفاع الدقيق الشعبي إلى 7000 جنيه للطن نهاية الشهر الماضي، مقارنة ب 5400 جنيه في بداية العام الجاري، أي بنسبة زيادة حوالي 30%. وارتفع سعر الدقيق الفاخر من 7600 جنيه بداية عام 2021 إلى 8600 للطن الشهر الماضي، أي بنسبة 13%. استقرت أسعار الذهب، حيث ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة بحثا عن أدلة بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص إجراءات التحفيز في عصر الوباء. واستقر سعر الذهب الفوري عند 1814 دولارا للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1816 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، لكنه اقترب من أدنى مستوى له خلال أكثر من 3 أسابيع. وتراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 23 دولارا فاصل 85 سنتا للأوقية. ختام موجز، إلى اللقاء.